قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة متميزة بعنوان مفاهيم ومعاني عيد رفع الصليب الكريم المحيي، حيث استضاف البرنامج في الاستوديو الإيكونومست الدكتور إبراهيم دبور راعي كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للصوفية، الذي شرح حسب الطقس الشرقي مفهوم ومعاني الصليب ودلالاته في العهدين القديم والجديد، مبينا علاقة العيد في قدسية المذبح، إذ أن دم وجسد المسيح اختاره الله كرمز لمغفرة الخطايا بين المؤمنين. فإلى هناك أبونا، لماذا اختار الرب الصليب؟ بيضل هذا السؤال يتوارد إلى ذهن كل المؤمنين والجماعة المؤمنة، وخاصة عند مشاهدتهم لعذبات السيد المسيح وألامه وسفك دمه بهذه الطريقة. وأيضا كان الصليب رمز وعار لمن صلب بالزمانات، أنه هذا رمز عار، فحمل خطايانا وعلى هالرمز هذا اللي يعتبر بالزمانات عار ولكي يخلصنا. فنقرب الفكرة، لماذا الصليب؟ الصليب هو له شقين. الشق الأول أنه كان فاصل ما بين العهد القديم والجديد، نعم. والشق الثاني هو التجمع العالم كله، لأنه له أربع أبعاد: الشمال والجنوب والشرق والغرب، والأربع خشبات بتمسك وبينات بعضهم البعض بمسمار الوسط اللي هو المسيح. وبالتالي الصليب في العهد القديم كان إشارة عار، إشارة منبوذ، بيقول ملعون كل من علق على خشبة. بالتالي في مهمة، نقطة مهمة جدا، إنه المسيح ليش اختار الصليب واليهود ليش اختاروا الصليب. نعم. مهمة جدا جدا. نعم. لو سألنا مثلا اليهود، أنتوا ليش صلبتوا المسيح؟ ليش قتلتوا للمسيح؟ نعم. شو السؤال؟ شو الجواب؟ نادرا الناس بتعرفوا إنه والله أراد إنه يصير ملك أرضي عليهم وهو رفض. واحد يصير ملك أرضي علي وأنا مش قابل، هو مش قابل، يعني ليش بدي أقتله؟ نعم. يعني ما إلها سبب. نعم. أنا مشان أقتل شخص. نعم. معناته وجوده. نعم. بيهدد وجودي. نعم. وجوده بيهدد وجودي. نعم. لأنه يا أنا عايش على هاي الأرض يا هو. نعم. طول ما هو عايش على هاي الأرض أنا مهدد بالفناء. نعم. بالتالي اليهود اختاروا مش أنه يقتلوا بطعن أو يغدروا أو بسم أو بشنق أو بخنجر، لا، اختاروا الصليب بالذات، لأنه بدهم ينهوا رسالة المسيح والمسيح نفسه ومن بعده تلاميذه، يعني حتى الرسالة كلياتها ما حد يحكي فيها. نعم. لأنه الذي يمس مصلوب ملعون، يعتبر ملعون ويعتبر نجس وحلال قتله. نعم. يعني يهدر دمه من يلمس المصلوب. نعم. بالتالي أي شخص يتعرف على المصلوب يهدر دمه. نعم. عشان هيك الرسل والكذا كلهم هربوا في الصليب. نعم. ليش اليهود أصروا على الصلب؟ تلاحظي، اصلبوا اصلبوا، ارفعوا ارفعوا، لأنه وجود المسيح فناء للوجود القومي اليهودي. نعم. ربنا ما مش تاجر أراضي يعطي أراضي لليهود. نعم. ولا سمسار أراضي يعطي هاي الأرض لليهود وهاي الأرض لغير اليهود. الله أعطى الوعد لإبراهيم في غلاطي 3:16، بيقول بكل وضوح: قيلت المواعيد في إبراهيم وفي نسله. نعم. لا يقول في الأنسال كأنه عن كثيرين، بل في نسلك، أي عن واحد الذي هو المسيح. نعم. معناته من هو يا يهود؟
من هو أيها الصهيوني المسيحي العالمي؟ نعم. من هو نسل إبراهيم؟ نعم. هل هو شعب إبراهيم؟ هل هو أولاد إبراهيم؟ أم شخص المسيح بحسب بولس الرسول مش بحسبي أنا؟ نعم. وبالتالي إذا المواعيد كونها قيلت لإبراهيم وفي نسله ونسل إبراهيم هو المسيح معناته وعد إبراهيم الله لإبراهيم قد تم بمجيء المسيح وأن يسوع هو المسيح وهو مخلص كل الأمم لأنه هو مشتهى الأمم كما يقول الكتاب المقدس. إذا كانت كل النبوءات العهد القديم تحققت في يسوع المسيح وعدة مرات يسوع المسيح قال لم أجي لأنقذ وإنما لأكمل، فإذا الشعب اليهودي المؤمن بالعهد القديم وكل النبوءات اللي جاءت بيسوع عن طريق ميلاده وحياته وصلبه حتى وموته وقيامته كلها تتحققت يعني، وإحنا منراجع الكتب منقول القديم كما رفعت موسى الحية في البر هكذا يرفع عندنا الإنسان. نعم. وكثير من يسوع المسيح كان يجيب هذه الرموز، وإحنا كمان أيضا عند دراستنا للكتاب المقدس كل هذه الآيات تحققت. نعم. فمن هم الشعب اليهودي اللي طلب صلب المسيح؟ هل هو الشعب اليهودي المؤمن بالعهد القديم أم هم شعب ثاني؟ نعم. أبونا يعني هذا الشعب هو اليهودي على أيام المسيح كان في عدة فئات. نعم. في الصدقيين، في الفريسيين، في الهيروديين. نعم. في الغيوريين، في لكن بشكل عام اليهود نتيجة الضغط الاستعماري عليهم من الرومان والأمم كانوا يتوقون إلى إقامة دولة لهم. نعم. وتغير مفهومهم عن المسيح من إنسان مخلص العالم من الخطايا لإعادة الإنسان إلى الملكوت السماوي إلى ملك أرضي بده يحقق لهم دولة يعيشوا فيها بسلام. إذا هن نقضوا عهدهم القديم. نعم. بالتالي اليهود بتلاحظي غملائيل وقيافة ودول بقول خير أن يموت واحد عن من أن تموت الأمة كلها، يعني أحسن الموت كانوا المسيح مهددين يعني بنخلص منه من أن تموت الأمة، لأنه إذا نجح المسيح زي ما حكينا أنه بأثبت المسيح أنه هو يسوع المسيح. إذا أثبت يسوع الإنسان الذي من الناصرة اللي عاش بيناتنا وانولد في الناصرة وعاش في القدس وعمل عجائب وكذا، إذا أثبت إنه هو المسيح هو المسيح هو ابن البشر هو ابن الإنسان. نعم. اللي إذا أثبت إنه هو المسيح. نعم. معناته ما عاد وجود للقومية اليهودية. مشان هيك وجود المسيح والمسيحية هو أكبر خطر على القومية والوجود اليهودي، ليس كدين وإنما كقومية. لأنه نحن نؤمن أن أولاد إبراهيم هم المسيحيين وليسوا. نعم. اليهود. ليش؟ لأن استمرارية العهد هو في المسيح يسوع، في المسيح يسوع وليس في الشعب اليهودي. وليس في الشعب اليهودي، الشعب اليهودي الآن هم يتخبطون.